في منطقة سالتوفكا. قبل قليل عثمان كانت تتساقط القذائف في هذه الجهة المقابلة، شاهدنا سحب من الدخان، أحد الصواريخ سقط في هذا الموقع كما تشاهدون. بين الحين والآخر يتم إطلاق القذائف والصواريخ من مناطق تمركز القوات الروسية باتجاه هذه المنطقة. سوف أسير بالجهة الأخرى. كما تشاهدون هناك سيارة إسعاف، كان هناك قتيلين مدنيين سقطا في هذا الموقع قبل دقائق. سوف نحاول أن لا نقترب من الجثث لأن في الحقيقة المشهد قاسي. هذا دخان القذائف في هذه المنطقة. الحياة هنا لا تعمل، متوقفة الحياة، لكن يبدو أن بعض المحال التجارية كانت تبيع السكان بعض المستلزمات. كما نشاهد هناك بعض الأشخاص ما زالوا يخرجون ومعهم أكياس البضائع، والصاروخ سقط في هذه المواقع وسقط القتلى. الآن قصف، هذا هو قصف. الدخان الأسود يتصاعد، قصف على أحياء منطقة سالتوفكا على أطراف مدينة خاركيف.